طيب وقطاع أمير، غزة. أمير وتفضل أخي الكريم. حبيبي، إيه هي التهمة التي توجه لعبد الرحمن وغيره من الأطفال في سن أقل من 18 عام؟ يعني دول أمام القانون الدولي أطفال، أمام المؤسسات الدولية أطفال، إيه التهمة اللي هتوجه لطفل حدف حجر؟ أخي الكريم، هذا الاحتلال لا يقترف لا لقوانين دولية ولا لحقوق إنسان ولا لقانون دولي إنساني ولا لمجلس أمن ولا الأمم المتحدة، لا يقترف لكل هذه الأمور ولا يعني ينظر إليها ويرميها بعرض الحائط ويستمر في يعني سياسات القمعية تجاهها. طيب أنتم كنشطاء يا أمير بتجمعوا، لما نشوفوا يعني أطفال في غزة يتم يعني قتلهم ويتم يعني تدمير يعني منازلهم، يخرجوا يعني مثل يعني بقية الأطفال في الضفة وفي في غزة، يلقون الحجارة فقط، يعني تهمهم إلقاء الحجارة على سيارات الشرطة المحصنة. الحجر يعني لن يعني يحدث أي شيء في هذه المركبة يا اخي الكريم، فهذه جميع التهم، القاء الحجاره على سيارات ومركبات الجنود او على الجنود بشكل مباشر، يعني فهذه هي التهم فقط اخي الكريم، القاء الحجاره.